والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحلقة الثالثة من حلقة المنطق الconverting between nodes، وده طبعا من المنطقي وإن زي ما بيقولوا كده not boolean condition equal to boolean condition، زي ما بيقولوا كده في الرياضة نفي النفي إثبات، والكلام ده بيكون منطقي جدا. لو أنا عندي boolean لو أنا عندي مثلا قيمة 0 و1، الزيرو نفيها بيكون عباره عن طبعا واحد، يعني القيمه ترو لما فيها تديني لما القيمه فولس لما فيها تديني ترو، والقيمه ترو لما فيها تديني فولس. فلما احط نوت يعني ادي نوت، استخدم القيمه الاولانيه الاكس مثلا بزيرو، ف نوت مع نوت كونديشن اللي يعني ايه القيمه زيرو لما فيها تديني ايه، لما انفي الزيرو تديني ترو، فلما انفي الترو يديني القيمه فولس، يعني هي نفس قيمة مين؟ نفس قيمة الاكس الاولانية اللي كانت عبارة عن زيرو. عند الحالة الثانية مثلا لما اقول له نوت، هي قيمة الاكس او الكونديشن عبارة عن كام؟ واحد. لما انفي الواحد يعني ايه؟ يعني فولس. يعني نفي الفولس بيكون ايه؟ نفي الفولس بيكون عبارة عن ترو، لان نفس القيمة بتاعت الانبوت الاولانية. فده المنطق زي ما بيقولوا كده في الرياضة، ان نفي النفي اثبات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.